احنا اليوم صار لنا 3 اشهر بالمظاهرات، صح لو لا؟ لو انا غلطان 3 اشهر صار لنا، 80 يوم. ايش عجب سيد مقتدى الصدر وباقي الاحزاب قطت مليونيه بهاي الايام طلعوا على الامريكان؟ ليش ما اعطوا مليونيه هاي الايام كلها؟ ومقتدى الصدر انا اعتب عليه، لا تقطعوها رجال، العباس عليكم لا تقطعوها. ليش مقتدى الصدر سحب الخيم وسحب اصحابه والتيار الصدري من ساحه التحرير؟ ليش؟ 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 احنا نعتب عليه ليش؟ احنا صار لنا 4 اشهر اعطينا ضحايا، ساحه التحرير اعطينا ضحايا، ليش؟ ليش يسحبهم السيد؟ السيد لا يقول انا عراق وقائد الاصلاح، صحيح، لو يقول انا عراق وقائد الاصلاح ويوقف ويا هذا الشعب، لو يقول انا مو عراقي. لحد الان انا بالنسبه لي انا حاجك ابن التيار الصدري، وكلام الله وروح ابويا، وهي 14 خياطه براسي، انا ابن التيار الصدري والله. بس من شفت صارت شغله اشكالات وسحب جماعته وسحب التيار وسحب الخيم، لا والله انا بالنسبه لي اتبرع من التيار الصدري كله امام الكل، اتبرع من التيار الصدري كله، اتبرع من التيار الصدري.